بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. في هذا الفيديو سنحاول إن شاء الله البدء بالمادة الدراسية الفصل الثاني والذي عنوانه Fundamental of Thermodynamics، أساسيات ديناميك الحرارة، حيث سيتم فيه إجراء مراجعة سريعة لأساسيات ومفاهيم الديناميك الحرارية والتي سبق ومرت عليكم في المرحلة الدراسية الثانية. سنبدأ المحاضرة بالفقرة الأولى من الفصل والتي سنحاول من خلالها التعرف على مفهوم الإجراء أو البروسيس في الديناميكا الحرارية. فالإجراء يستخدم عادة لوصف كيفية حدوث التغير في حالة النظام الثرموديناميكي. فحالة النظام يمكن أن تتغير من الحالة الابتدائية إلى الحالة النهائية بأسلوب واحد محدد. هذا التغير يمكن أن يعبر عنه بالإجراء المنفرد. التغير في الحالة يمكن أيضا أن يبدأ بأسلوب واحد ثم يتبعه واحد أو أكثر من الأساليب المختلفة قبل الوصول إلى الحالة النهائية، وهنا إجراءين أو أكثر يقال إنها تحدث بين الحالة الابتدائية والحالة النهائية. أما عندما يمر النظام بسلسلة من الإجراءات بحيث أن الإجراء الأخير يعيد النظام إلى نفس حالته الابتدائية، فإن سلسلة الإجراءات هذه تشكل دورة ثرموديناميكية Thermodynamic Cycle. في العديد من الأنظمة الثرموديناميكية المفتوحة التي تعمل تحت ظروف أو حالات الاستقرار، أي بمعنى أن حالة الأجزاء المختلفة للنظام لا تتغير مع الزمن في حين يحدث تغير في حالة الماء نتيجة حركته خلال النظام. لذا ففي الأنظمة المفتوحة يستخدم مصطلح الإجراء لوصف ماذا يحدث للماء عند حركته خلال النظام. خلال الإجراء قد تبقى بعض الخواص ثابتة، فعندما يبقى الضغط ثابتا على سبيل المثال خلال الإجراء فإن هذا الإجراء يسمى بثابت الضغط Constant Pressure or Isobaric Process. وبنفس المبدأ عند بقاء درجة الحرارة ثابتة خلال الإجراء فإنه يسمى بثابت درجة الحرارة Constant Temperature Process، أو ما يطلق عليه غالباً بالIsothermal Process. لدينا أيضاً الإجراء ثابت الحجم Constant Volume or Isochoric Process. هناك إجراء آخر شائع غالباً ما يواجهنا في مادة ديناميكا الغازات يسمى بالإجراء الأدياباتي Adiabatic Process، حيث يعرف بأنه الإجراء الذي يحدث في حالة عدم وجود تبادل حراري ما بين النظام ومحيطه، وبالتالي فإن النظام في هذا الإجراء سيكون بالكامل معزولا حراريا عن المحيط. أما في الفقرة 2.2 سنتطرق بشكل سريع إلى قوانين الديناميكا الحرارية Law of Thermodynamics. فهنالك ثلاث قوانين في الديناميكا الحرارية، هما القانون الصفري، القانون الأول والقانون الثاني. فالقانون الصفري Zero Law of Thermodynamics يعتبر القانون الأساس الذي يمكن من خلاله تحديد درجة حرارة النظام، حيث ينص على أنه إذا كان هناك نظامين في حالة اتزان حراري مع نظام ثالث فإن النظامين الأوليين يكونان أيضا في حالة اتزان حراري مع بعضهما. تكون الأنظمة الحرارية في حالة اتزان حراري مع بعضها عندما تكون لها نفس درجة الحرارة. الشكل 2.1 يبين نظامين غير معتمدين A و B في حالة اتزان حراري مع النظام C. هذا يقود وبحسب منطوق القانون الصفري إلى أن النظامين A و B سيكونان في حالة اتزان حراري مع بعضهما، أي بمعنى آخر سيكون لهما نفس درجة الحرارة. يمثل القانون الأول في الديناميكا الحرارية First Law of Thermodynamics مبدأ حفظ الطاقة Conservation of Energy، حيث ينص بشكل مبسط على أن طاقة النظام والمحيط تكون محفوظة. فإذا افترضنا وجود نظام مغلق، النظام S على سبيل المثال، تتم له إضافة كمية من الحرارة لوحدة الكتلة مقدارها DQ، وينتج منه كمية من الشغل لوحدة الكتلة مقدارها dW، فإن ذلك سيؤدي إلى حدوث تغير في الطاقة الداخلية للنظام مقدارها dU، تعطى بالمعادلة 2.1
أي أن الديو يساوي الدي كيو ناقصا الدي دبليو. يعرف المحتوى الحراري النوعي specific enthalpy أو small h على أنه يساوي مجموع الطاقة الداخلية النوعية U وطاقة الجريان النوعية PV، وكما موضح في المعادلة 2-2، حيث H يساوي U زائد PV، ويساوي أيضا U زائد P على الرو. وفيها V يمثل الحجم النوعي specific volume، ويساوي مقلوب الكثافة. بتفاضل المعادلة 2-2 تصبح DH يساوي DU زائد PDV زائد VDP. وبالتعويض عن قيمة DU من هذه المعادلة بقيمتها بالمعادلة 2-1 يصبح شكل القانون الأول كما في المعادلة 2-3، أي أن DH يساوي DQ زائد VDP. هذه المعادلة تمثل واحدة من نتائج القانون الأول، والتي تعرف بموجبه خاصية الإنثالبي. تجدر الإشارة إلى أنه في المعادلة 2-3 أدخل فقط نوع واحد من أنواع طاقة النظام، هي الطاقة الداخلية، في حين أهملت طاقات أخرى للنظام كالطاقة الحركية على سبيل المثال. من الطبيعي جدا أن تؤخذ بالاعتبار جميع الأنواع الأخرى للطاقة عند اشتقاق معادلة القانون الأول. مع الشكر لحسن الاستماع.